السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية القمر في المنام بالنسبة للبنت العزباء، فهو يدل على الحظ الجيد ويدل على المال الكثير لها. أما للمرأة المتزوجة فهو يشير إلى الرزق وقدوم الخير والسعادة، ويرمز لها إلى حياة واستقرار في أسرتها. علامة للخير والرزق ودلالة على أنها سوف تحمل في الفترة القادمة في ذكر بأمر الله، والله أعلى وأعلم. أما تفسير رؤية الخيوط المتشابكة والمعقدة تدل على الحسد وأعمال السحر، ويدل على أيضا السفر. أيضا رؤية الخيط الأبيض فهو دليل على المستقبل الأبيض، المستقبل الأبيض وزوال الهموم. تفسير رؤية الخيط الأبيض فهو رؤية دليل على زوال الهموم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رزاق يا ذو القوة المتين أرزقنا، اللهم يا رزاق يا ذو القوة المتين أرزقنا، اللهم يا رزاق يا ذو القوة المتين أرزقنا. الدعاء ده والله والله على تجربة، إن الإنسان لما يقول الدعاء ده ثلاث مرات كل يوم ربنا بيرزقه سبحان الله وتعالى من علومه. والله يا رب هذا حصل. اللهم يا رزاق يا ذو القوة المتين أرزقني، هنقولها ثلاث مرات وجربوها، لأن الدعاء وكل حاجة بنقولها في القرآن العظيم بأمر الله، القرآن شفاء للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد. معكم أختكم أم الصابرين لتفسير الأحلام والأدعية. دمتم في رعاية الله وحفظه.